ونبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع فريق الكرة بالنادي الأهلي اللي خاض تدريباته امبارح على ملعب المرادي بمدينة سوسة استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري اللي هتتلعب بكرة الساعة 4 العصر على ملعب مصطفى بن جنات وذلك في مدينة المنستير. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللعيبة داخل الملعب واتكلم معهم على كل الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة الاتحاد المنستيري. مارك كلاتنبرغ رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة هيعمل دورة مكثفة لتطوير أداء حكام تقنية الفيديو في الفترة من 9 والحد 12 أكتوبر وده استعدادا للدوري الممتاز الجديد. وكمان هيعقد كلاتنبرغ اجتماع مع المدربين الأندية قبل انطلاق الدوري الممتاز علشان يطلعوا على اللي تعمل لتطوير منظومة التحكيم قبل الدوري الجديد. فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 26-25 في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس وبكده بيتأهل الفارس الأبيض لمواجهة الترجي التونسي في النهائي البطولة. وتأهل رباعي المنتخب المصري الخماسي الحديث لنهائي منافسات الرجال في بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة واللي بتستضيفها بولندا في الفترة من 1 لحد 10 أكتوبر. وقدر معتز وائل ومحمد الجندي وعمر وائل ونور الدين كريم التأهل للنهائي اللي هيضم أفضل 18 لاعب في نصف النهائي. الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي رفض المقارنة بين ليونيل ميسي وأسطورة برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي مع إيرلينغ هالاند هداف فريق مانشستر سيتي الحالي، وقال جوارديولا لا شيء يمكن مقارنته مع ليو ميسي. جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني قال إنه عنده أمل في استمرار سلسلة الانتصارات قدام فريق بروسيا دورتموند في كلاسيكو ألمانيا المرتقب، وقال إن هيتلعب النهارده في قمة الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الألماني. وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن سلسلة الانتصارات دورتموند: المهم إن احنا نحقق الفوز التاسع، لكن بشكل عام هذا الكلام ده ملوش علاقة بالمباراة، لازم نثبت نفسك من جديد لأنها مباراة مهمة. كارلو أنشيلوتي مدير الفني لنادي ريال مدريد أعلن قائمة الفريق لخوض مواجهة ختافي المرتقبة النهاردة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2022-2023، وشهدت القائمة غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن قائمة المباراة. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لأحمد علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.